رب العالمين يقول في كتابه الكريم مخاطبا نبيه، قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وربنا أخبر أن فضله عظيم على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وهكذا فضل الله عظيم على متبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ربنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ويقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففضل الله على المؤمن عظيم الذي يزيده الله هدى ويكمل له التقى وكمال التوفيق منه سبحانه وتعالى. فرب العالمين يختص من يشاء باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصطفي من يشاء لهذه الوظيفة العظمى ولهذه العبودية الكبرى. لهذا أيها الإخوة، إن منة الله عظيمة وفضل الله واسع على من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الذين أعلنوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لهم نصيب من قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يقول لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. قال: فإن الله قد من على رسوله
بالسعادة الدنيوية والأخروية. قال ومتبعوه ينالون من السعادة بقدر ما يتبعون. وقال في موضع آخر فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا مطلقا أعطي الكرامة العامة، ومن اتبعه اتباعا ناقصا فبقدر ما يتبع. فهنيئا لمن وطن نفسه على أن يكون محمدياً.